رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أتحدث إن شاء الله عز وجل عن الزيارة التاريخية جلالة المغفور له محمد الخامس إلى محامد الغزلان، فهي رغبة مشتركة للملك والشعب في استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فيحتفل الشعب المغربي بالذكرى 64 للزيارة التاريخية التي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس إلى محامد الغزلان في 25 فبراير 1958، والتي تعد حدثا مجيدة ومعلمة وضاءة تعكس العلاقات العميقة والمتينة التي ما فتئت تجمع بين العرش والشعب، وكذا العزم الوطيد والرغبة المشتركة في استكمال الوحدة الترابية للمملكة. فبعد عودة أبي الأمة من المنفى القصري، وبعد مرور سنتين من الإعلان عن استقلال البلاد وانعتاقها من آفة الاستعمار، أكد جلالة الملك مغفور له محمد الخامس بمحامد الغزلان العلاقات العريقة والوثيقة التي لطالما وحدت ساكنة الأقاليم الجنوبية بالملوك المغاربة، ورغبة المملكة الأكيدة استكمال وحدتها الترابية. والأكيد أن هذه الزيارة الملكية الميمونة كانت تعبيرا واضحا وقويا تحيل على عزم الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد على استكمال استقلاله وحرصه على استرجاع أراضيه المغتصبة، حيث استقبل رضوان الله عليه وجهاء وشيوخ وممثلي القبائل الصحراوية جديد البيعة والولاء، وجسد في خطابه التاريخي بالمناسبة مواقف المغرب ومواصلة نضاله من أجل استكمال وحدته الترابية. وقد أعلن جلالة المغفور له محمد الخامس فور عودته مظفرا منصورا من المنفى الصحيح إلى أرض الوطن يوم 16 نوفمبر 1955 للشعب المغربي الأبي بشرى الحرية والاستقلال، حرصه على إعادة بناء الكيان الوطني على أسس الاندماج بين مناطقه وأقاليمه وتحطيم الحدود الوهمية المصطنعة الموروثة عن العهد الاستعماري. رحم الله جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله تراه، والملك الحسن الثاني رحمهم الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته، ورسر جلالة الملك محمد السادس نصره الله ووفقه الله إلى كل ما يحبه الله ويرضاه، وأشد أسر به ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد وسائر الأسرة العلوية الشريفة، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.